هذه النشرة برعاية ليبا بريد اسي مابلر. مرحبا بكم. قدم حزب الليبراليين إلى لجنة الشؤون البرلمانية مشروع قانون جديد يحظر زواج القاصرين بشكل كامل، حتى وإن كان الزواج قد تم خارج السويد. ووفقا لما ذكرته تقارير صحفية سويدية، فإن المشروع يريد اعتبار الزواج دون سن 18 عاما أمرا غير قانوني في السويد، حتى وإن كان الزواج حدث خارج البلاد. وكان الحزب لفترة طويلة قبل الآن قد طالب بتشديد قوانين مكافحة زواج الأشخاص دون سن 18 عاما. وزير العدل قال إنه سيتم إعادة النظر في القانون، إلا أن الليبراليين لا يريدون الانتظار أكثر من ذلك. ارتفعت نسبة الشكاوى المقدمة ضد مصلحة الهجرة السويدية إلى وكلاء الجمهور للشؤون القانونية بشكل كبير جدا. تقارير صحفية أفادت أن هذه النسبة وصلت إلى 255% خلال السنوات الثلاث الماضية. وبحسب التقارير، فإن معظم تلك الشكاوى تتعلق بفترات الانتظار الطويلة في قضايا لم الشمل، حيث يضطر الكثير من الناس الانتظار لفترات طويلة جدا لحين استقدام عوائلهم. أعلنت شرطة مالمو أنها عثرت على رصاصات يشتبه أنها أطلقت على الشاب العراقي أحمد الدبحاوي، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، والذي كان قد قتل في وقت سابق من شهر كانون الثاني يناير الماضي في مدينة مالمو. وعثر فريق متخصص من الشرطة على 6 إطلاقات نارية بحجم 20 إلى 25 سنتيمترا في الأرض بالقرب من الموقع الذي قتل فيه أحمد، حيث يتم الآن فحصها في مركز الطب الشرعي الوطني. الشرطة لم تعلن حتى الآن عن أي تقدم في التحقيقات تكشف خيوط هذه الجريمة. سلم السفير السويدي في بيروت بيتر سيمنيبي إلى السفير اللبناني السابق في السويد علي عجمي وسام الاستحقاق الذي منحه له الملك السويدي كارل السادس عشر جوستاف. السفير السويدي نظم حفل استقبال وكوكتيل في منزله في بيروت على شرف السفير اللبناني السابق في ستوكهولم الدكتور علي عجمي، وقد خصص الحفل لتقليد السفير عجمي وسام الاستحقاق تقديرا لعطائه وخدماته خلال مهمته في السفارة اللبنانية في السويد، والتي انتهت في شهر أيلول من السنة الماضية. الوسام الذي يطلق عليه في السويد وسام النجم القطبي هو من رتبة كوماندور من الدرجة الأولى. أخيراً، ومن أخبار الرعاية الصحية في السويد، توفي مواطن سويدي يبلغ من العمر 94 عاماً في بلدية تينغسرود نتيجة ما وصف بأنه إهمال الرعاية الصحية. وتوفي المسن بسبب التهاب رئوي بعد سقوطه في الحديقة وبقائه خارج المنزل حوالي 18 ساعة. خدمات الرعاية الصحية في المنازل كانت قد زارت الرجل في 3 مرات متفرقة دون أن تقدم إنذاراً بأنه مفقود وبأنهم لم يعتدوا عليه في المنزل، فيما خلصت التحقيقات إلى أنه جرى نسيانه. الحادثة أثارت المزيد من الانتقادات لنظام الرعاية الصحية في السويد. شكرا لكم للمتابعة. هذه النشرة برعاية ليبا بريد اسي مابلر.